يعني التلاتينات كلها بعتقد سن مميز للست، بس لو هي اشتغلت فيه، اشتغلت في التلاتينات انها تحضر نفسها للاربعينات كمان. يعني فكره اصل انت احنا بنكبر يعني بنتقدم في العمر، وده سنه الحياه، ودي حاجه لطيفه يعني بنسعد بيها، وبنسعد لما اولادنا بيكبروا بنشوف نفسنا فيهم، فاحنا كمان بنتقدم في العمر. انا بتهيالي ان التلاتينات لو الست اشتغلت على نفسها في التلاتينات استعدادا، لان الاربعينات برضو سن فيه نضج وفيه زهو وكل حاجه، ده يفرق معاها جدا. يعني الست اللي تفضل تحافظ على بتاكل ايه وما بتاكلش ايه، تلعب رياضه ولا تلعبش رياضه، تبقى كسوله ولا تبقى نشيطه، اللي هي التفاصيل الكتير دي، حافظه على وشها ومحافظه على شعرها ومحافظه على جسمها. التخن والخسيه كتير، التخن والخسيه كتير ده بيبوظ باصرار على انه مش انا مش بقول الكلام ده ان الست تقلق في الثلاثينات، بالعكس هي المفروض في الثلاثينات هي بتبقى في اعلى نقاط للانوثه وللنضج. لا بيقول لك في الاربعينات الدراسات بتقول ان البيك، لو انت عمليا تصوني الكلام ده مش حقيقي. لا العمليا الكلام ده حقيقي جدا لو انت بتشتغلي على نفسك كلها في كوم وانت في كوم. لا معلش عايزه اقول لك بقى ده في دراسه. طب استني في حاجه ثانيه، مش عاجبك الاربعينات؟ لا انا قولي كملي عشان اقول لك. انا ثانيه يا استاذ معلش، انا ما قلتش ان مش عاجبني الاربعينات. ليه ما تقولي؟ لا انا ما قلتش كده طبعا، لان انا على مشارف الاربعينات، بالعكس الاربعينات ده سن رائع. بصي ده علميا، دي انا بتكلم انا علميا. انا دلوقتي احنا بنشوف ستات حوالينا اصدقائنا واصحابنا واخواتنا لما بيصلوا للاربعينات ببتدي احس ان في قلق كده معين بيقوم حوالين الست. ايوه هم عندهم القلق النفسي، لكن انت لو اشتغلتي على نفسك مش بقى من الثلاثينات، لو بقى عندك اكتر حياتك طبعا، من ما بدات يبقى عندك اويرنس ووعي وفهم من العشرينات هتوصلي الاربعينات هتكوني في البيك طبعًا. بتاعتك جينيفر لوبيز عندها 50 سنة ولا 51 يعني مكتمل جمال جسم مشدوده رياضيه. شوفوا المجهود اللي